كمل ابو نبيل كمل. تبقى النقطة الأخيرة التي يعني تحدث عنها صاحب السمو وهي نقطة الأمن. ويا أخي الرئيس، من ضمن الأوجه الكثيرة للأمن هناك الأمن الاجتماعي، والأمن الاجتماعي يتأثر ببث الشائعات وبث الأخبار الكاذبة. وأنا هنا أريد أن أضرب مثل، مثل بشخص لو سمحت يا أستاذ. ما أكمل، كمل كمل يا أحمد، ما قاعد أسمع صوت عالي، ما لك شغل. طيب كمل. أريد أن أضرب أو مثل، بذنك. أريد أن أضرب مثل بحساب، هذا الحساب كان وما زال يتدخل في الشؤون السياسية ويتدخل في موضوع أعضاء مجالس الأمة ويصنفهم ويصنف ولاءاتهم. ما هو كويتي يحط شعار دولة الكويت، يصنف أعضاء مجلس الأمة بكيف أمة، ووزير الداخلية يعلم، والجهات الأمنية تعلم، والمصيبة تصرف له مادة 17 ويسافر، ويقود حملة على وزراء وحكومة ساكتة. أنا بعرف عملوا جميلنا بهالحكومة، قاعد ننطق في من كل مكان من ناس سافلين، من ناس ما يحملون حتى الجنسية الكويتية، ويسكت عنهم بل ويدافع عنهم. والأخ يحط لي شكرا في نصاب دقيقة. أحمد ما يصير، لا توجه الحديث. أحمد شفيك اليوم ماشي أحمد في إجراءات. تب دقيقتين، موافق المجلس؟ موافقة. تفضل. طويل العمر أخ الرئيس، آسف. أنا أريد أن أنبه على الأخوة الزملاء ممن لم يشتمهم هذا الوغد، بكرة تدور الدوائر ويتتصادم مصلحته معاكم، وقسما بالله لا يلف عليكم لفة هجمة مرتدة يشلخكم واحد ورا الثاني. احنا في الاستجواب، مع ان انا معه وضد اقصد محاور الاستجواب، ثارت ثائرتنا وغلينا من الاخ اللي قام يضحك على الاخونا الفاضل عبد الوهاب. يأتي هذا ويسب زملائك بهذه الطريقة، ما أرى فيهم واحد تكلم أو دافع عن زملائه. إحنا هذا خليناه وقرعناه وقلنا للوزير يطلع من المنصة، وانتوا خليتوا الأمور بهذه الطريقة. طول ما أنه مو جاي صوبنا، والله يلف عليك، والله يلف عليكم. شخص ما هو كويتي يطلع كويتي يروح يشلخني بالانتقاد كيفه؟ واحد سوري الجنسية لا ينتمي لهذه البلد، ضفته الكويت، قام ياخذ عقود وهو زميله، وقبل يومين مجتمعين مع واحد من النواب هني في صليبية. اي نعم، يمكن في قرابة نسب او شيء، يعيثون في الارض فسادا هو ومع واحد راعي حساب اخر، يشتمون النواب ويصنفون العالم وهو لا ينتمي لهذه البلد. انا لو بسوريا كان سووا لي كباب، لو اتطرق لنظامهم ولا هذا كان فرموني. لكن وزارة الداخلية لينة هينة طيعة، تخلي مثل هالأشكال لها وزن في المجتمع. هذا قاعد يشيع أخبار كاذبة على كل الناس وقاعد يسكت له بدعم وتعاون من بعض النواب. هذا المستوى اللي وصلنا له، سوريا تحكم بالمزاج العام الكويتي.